يلا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. هسه احنا راح نبدي ب سكشن 1.6.2 اللي هو البيرنج ستريس. شنو هو البيرنج ستريس؟ البيرنج ستريس هو نورمال ستريس، نوع من انواع النورمال ستريس مع محددين اساسيين. اولا دائما يكون كومبرسيف، بينما النورمال ستريس قد يكون كومبرشن او قد يكون تنشن. واضح؟ اذا اول فرق بين النورمال ستريس كحاله عامه والبيرنج ستريس كحاله خاصه من النورمال ستريس، انه البيرنج ستريس هو دائما كومبرسيف ستريس او كومبرشن ستريس. المثل الثاني انه البيرنج ستريس هو بين سطحين خارجيات، بينما النورمال ستريس عادة بين اسطح داخلية. واضحة الفكرة؟ يعني لو الان تجون اللي هنا عندنا هذا البوست، البوست هو شنو؟ الشورت كولوم يسموه بوست، ضاغطين سلطين عليه فورس. الان هذا اذا اخذ سكشن بي فش راح اظهر؟ راح اظهر internal forces. هذه الانترنال فورسز راح تظهر بين من؟ بين internal surfaces، بين اسطح داخليه انا فصلتها من اخذ سكشن. فهذا ايش راح؟ هذا شو يعتبر؟ يعتبر normal stress. بينما اذا اجي الى منطقه تماس بين سطحين خارجيات اللي هو بين البوست، هذا بين هذا العمود وبين من؟ بين الفاونديشن، او بين الفاونديشن وبين من؟ بين السويل وبين التربه. هنا عندي اسطح شنو؟ خارجيه. يعني انا كم سطح تماس خارجي عندي؟ اثنين، واحد بين البوست وبين البيدستل او الفاونديشن، هاي قد نسميها فاونديشن قد نسميها بيدستل، والثاني بين البيدستل وبين السويل. فاذا هنا عندي كونتاكت بين اكسترنال سيرفيسز، فهذا تحقق الشرط الاول. وبعد عندي كومبرسيف فورس بتحقق الشرط الثاني. فهنا ايش راح اسمي؟ نورمال ستريس، لا ما اسميه باسم الحاله العامه. ايش راح اسمي؟ اسميه باسم الحاله الخاصه، اسميه بيرنج ستريس. واضح؟ نعيدها. اذا بيرنج ستريس هو نوع من انواع النورمال ستريس، حاله خاصه من النورمال ستريس. كم شرط به حتى يتحقق؟ ها شرطين. اولا انه الاسطح عاده اللي ندرسها هي external surfaces، وبعد عاده الفورس between external surfaces هي عاده compressive force. تمام؟ واضح هذه؟ ناخذ الان فد مثال. مثال يقول ان كاليفورنيا، في ولايه كاليفورنيا الامريكيه، باعتبار هو المؤلف عايش هناك ويدرس هناك، كان a common concrete foundation block in residential construction. يقول عادة يوجد أساس شائع، نوع شائع من الأسس، common concrete foundation، نوع شائع من الأسس الخرسانية، block in residential construction، في الأبنية أو المنشآت السكنية، residential سكني. Similar to that shown in figure 1-9. يعني يقول في ولاية كاليفورنيا في الأبنية السكنية عادة يرتبون الأساس بهالشكل. واضح؟ أيوة. شنو يعني؟ فد كونكريت بوست ويجلس على فاونديشن، والفاونديشن يجلس على سويل. تمام؟ المطلوب كالتالي: if the floor construction، إذا كان السقف المنشأ أو منشآت السقف، and the applied loads called live loads are estimated to 50 pound per square foot. الآن سؤال: هذا العمود، هاي البيم ما راح تجي، هذا العمود ساند أرضية الطابق الأول، أرضية الطابق الأول، هاي الأرضية شنو نعبر عنها؟ فلور. واضحة؟ زين، هاي الأرضية، أرضية الطابق الأول يأثر عليها حمل،
موزع. هذا الحمل الموزع راح تشوفونه بصف ثالث ينقسم قسمين بشكل عام، القسمة الى ديد لود ولايف لود. فسواء عن شنو يتكلم؟ يتكلم عن اللايف لود، واضحة؟ اذا هذا البوست، هذا العمود، اذا هذا البوست، اذا نكمل الجزء العلوي ايش راح راح يتضح انه هو ساند ارضية عليها لايف لود ايش قد مقداره؟ 50 باوند لكل سكوير فوت. اند ذا بير، هاي البوست او البير سبورتس 40 سكوير فوت اوف فلور. هذا البير يسند مساحه ايش قد مقدارها؟ 40 فوت مربع، وكل فوت مربع ايش قد عليه؟ 50 باوند. تمام، يعني هاي المعلومتين ايش راح نقدر منعتها؟ نقدر نحسب منعتها الفورس المنتقله من الطابق الاول لمن؟ الى الاساس. زين، فالمطلوب what is the magnitude of the applied force P؟ واضح المسألة سهلة مو؟ حل هذا. The magnitude of applied force راح تكون؟ بتكون load bear area مو؟ نضربه في supported area. هو ايش قد قايل هذا the floor of the first floor؟ اوكي؟ ايش قد تسند 50 50 باوند بير سكوير فوت، كل فوت واحد تأثر عليه 50 باوند. واحنا المساحه اللي يسندها العمود ايش قد؟ 40 فوت، فنضرب 50 في 40 ايش قد تطلع؟ تطلع 2000 باو. تخيلتوا هالمساله؟ يعني اذا هذا البير، هذا البير، هذا طبعا ممكن نسميه بير، ممكن نسميه بوست، ممكن نسميه كولم، كلها نفس كلها اسماء شائعه ومستخدمه. اذا هذا ايش قد راح ينقل من السقف الاول؟ راح ينقل 2000 باو. تمام؟ الآن نأتي إلى المطلب الثاني. If the Douglas fir wooden post، إذا كان هذا البوست مصنوع من الخشب wooden post، والخشب من نوع Douglas fir، إذا هذا Douglas fir شنو؟ نوع من أنواع الخشب. أبعاد هذا البوست 6 inch by 6 inch، يعني هذا البعد هو 6 inch هذا، وهذا البعد شنو؟ 6 انج. ف ان كروس سكشن، فمقطعه هو 6 انج في 6 انج. What is the axial stress in the post؟ ما هو الاجهاد في البوست؟ الاكزيال ستريس ان ذا بوست. And bearing stress on the concrete block. زين، هسه شنو الفرق بين المصطلحين؟ شنو الفرق بين الاكزيال ستريس ان ذا بوست؟ النورمال ستريس، هذا نورمال ستريس مو؟ هنا جاي يتكلم هو البوست نفسه ايش قد يصير به اجهاد. يعني هنا ايش راح نقطع؟ نقطع قطع بين اسطح شنو؟ داخليه انترنال. فايش راح ينشا عندنا؟ راح ينشا عندنا نورمال ستريس او اكزيال ستريس. من نقول بيرنج ستريس وين راح نقطع؟ نقطع بالاكسترنال سيرفيسز اللي تفصل البوست عن فاونديشن، بس هو بالتالي القيمه نفسها، يعني بالحالتين المساحه الكروس سكشنال اريا ايش قد ابعادها؟ 6 في 6، والقوه بالحالتين 2000، واضحه هذه؟ اي طفي واضح. تمام بابا، واضحه هاي؟ فايش راح اذا نقول؟ احنا راح تهمنا البيرنج ستريس باعتبار هو موضوعنا البيرنج ستريس. فالبيرنج ستريس ايش راح تكون؟ تكون بي الفورس على الكونتاكت اريا. الفورس ايش قد حسبناها؟ 2000 باون. الكونتاكت اريا ايش قال؟ 6 في 6 يعني 36، فتطلع 66.1 باون على الانج تربيع. او ممكن نكتبها هذه؟ ها؟ نكتبها اي بي اس اي، بس ما المفروض تتغير، قيمتها نفسها لازم تطلع، بس صلحوها هاي. اي والله قسموا لنا 2000 على 6 في 6 ايش قد تطلع بالله؟ خمسة وخمسين، اي فصلحوها، هاي مو 66.1، هاي غلط، سوى 55.1. ها؟ 55.5 يعني 55.6، فهذه 66.1 هاي خطأ، يعني سوى 55.6، هذا الرقم الثاني صحيح.
زين باون على السكوير الانجش ممكن نكتبها بي اس اي مو صحيح؟ اذا البي اس اي هي نفس الباون بير سكوير تمام بابا هذه؟ الان نجي للمطلب الثالث اف لاحظوا وياي المطلب الثالث اف ذا كونكريت فاونديشن بلوك اذا كان الاساس الكونكريت ايش قد ابعاده؟ 16 انش تايمز 16 انش سكوير ات ذا بيس ليش قال ات ذا بيس؟ لان لاحظوا هو شنو؟ هو نان بريزماتيك يعني شكله مو موشوري يعني مقطع في الاعلى صغير ومقطع في الاسفل كبير ف 16 باي 16 وين قايل ات بيس يعني يا ضلع اللي طوله 16 انش في 16 انش اللي في القاعده اللي في منطقه التماس مع التربه تمام فاذا كان بهالشكل المطلوب what is the bearing stress on the soil what is the bearing stress on the soil ما هو اجهاد البيرنج اللي ينتقل من الاساس المن الى التربه زي. الان لو احنا لو نجي ناخذ سكشن هنا يعني ناخذ سكشن بالكونتاكت اريا بتوين ذا فاونديشن اند سويل وناخذ سيجما اف واي ايش راح ياثر للاسفل راح ياثر البي اللي منتقله من الفلور صحيح وياثر وزن البوست وبعد وزن الفاونديشن مو صحيح؟ هو يريد يقول لا انتم اشتغلوا فقط على البي ايش كاتب لنا ملاحظه؟ كاتب لنا neglect the weight of the beer واضحه هذه؟ فايش راح تصير اذا؟ تصير البيرنج ستريس اون سويل هو 2000 باوند مقسومه على 16 تايم 16 لكن هو ايش قايل؟ قايل اريد البيرنج ستريس بيا وحدات باوند سكوير الفوت فال 16 راح اقسمها على 12 حتى احولها من انج الى فوت وال 16 الثانيه ايضا على 12 فكانما راح اقسم على 12 في 12 او كانما اقسم على 144 فايش قد راح يطلع الناتج؟ راح يطلع 1225 باوند سكوير الفوت مو او ايش ممكن نكتبه هذا؟ نكتبه بي اس اف واضحه؟ تمام؟ اكو سؤال هنا واضح الامور؟ يلا هسه ناخذ مثال اخر. مثال اخر هو determine احسب the bearing stresses احسب اجهادات البيرنج caused by the applied force الناتجه من القوه المسلطه. وين يريدها؟ at A, B and C مو؟ في مناطق التماس في A وB وC. For the wooden structure للمنشأ الخشبي shown in the figure المبين في الشكل لاحظوا هو المنشأ الخشبي شنو هو عبارة عن wooden post supported by a wooden beam عبارة عن عمود من الخشب مسند على شنو beam من الخشب وهذا البيم من الخشب supported شنو supported at contact point at A وشنو؟ A wooden post at C واضح تخيلتوا الستركتشر؟ والقوة ايش قد مقدارها؟ 6 كيبس وهذا ال wooden post ايش قد ابعاده؟ 6 inch by 6 inch مو؟ والبيم ايش قد ابعاده؟ 6 inch by 12 inch هنا اوكي هنا في ابعاد البيم لازم تخلون ببالكم فد قاعدة في الرسم الانشائي الان هاي الستة في 12 زين منو العرض ومنو الارتفاع مو يعني هاي الستة في 12 مو شلون ممكن افهمها افهم انه هذه ستة والعمودي على الورقة 12 مو ممكن افهم انه هذه 12 والعمودي على الورقة ستة مو تمام لو لا منو منعتهن صح الصحيح منعتهن ايه معتمد على العرف الهندسي في العرف الهندسي في الرسم الانشائي دائما الرقم الاول يمثل عرض البيم والرقم الثاني يمثل عمق البيم فهسه من يكتب 6 تايمز 12 معناتها معناتها هذا البعد ايش قد هسه 12 عفوا والبعد العمودي على الورقه 6 تمام الان عاد نبدا نحسب طبعا دائما من تبدا تحل
دائما من تبدا تحل وانت يعني تشتغل في هندسه الانشاءات، دائما حاول انه تمشي ويا مسار الاحمال، حاول تتبع مسار الاحمال. فهسه مسار الاحمال، اول سطح تماس راح يتلقى القوه من هو السطح بي. فاخذنا الان هذا البي فري بودي دايجرام، شوفوا بابا هذا البي. الان ايش راح ينشئ بالبي؟ راح ينشئ رد فعل، مو هنسميه ار سب بي. الار سب بي هو شنو؟ هو رياكشن ات بي، تمام؟ ار سب بي، اوكي. فمعناتها سيجما بيرنج ات كونتاكت سيرفيس بي على القانون هو ار بي في الاي كونتاكت في مساحه التماس ات بي. الار بي هو 6 كبس، مو انقسم على المساحه اللي هي مساحه، مساحه التماس نفسها مساحه البوست، مو فعلى 6 في 6 فش قد راح يطلع الناتج 0.167 كي اس ار، تمام بابا هذه. الان نريد نحسب وين، نريد نحسب الكونتاكت سيرفيس ات اي. لا هذا هو المكبر مال من، مال اي، فصلنا هاي المنطقه. ايش راح ينشا؟ راح ينشا اكشن ورياكشن، مو ايش قد مقداره؟ ار اي. فلازم نحسب الار اي. شلون نحسب الار اي؟ زين يعني بالبدايه نحسب الار اي، اولا قبل لا نحسب الار اي هو الكونتاكت سيرفيس راح يكون، يكون ار اي على الكونتاكت اريا ات اي. نجي هسه الار اي شلون نحسبه؟ سهله المساله، مو اذا ناخذ عزم حول نقطه سي، اوكي نقدر نحسب الرياكشن ات اي. فالرياكشن ات اي شلون حسبنا؟ قلنا مجموع الحزوم ات بوينت سي شو يساوي؟ لازم يساوي صفر. زين مجموع العزوم شلون يساوي؟ لاحظوا وياي حول سي. الان الار اي في ذراعها، ايش قد ذراعها؟ هي 6 فوت حتى اوصل البي، 4 فوت حتى اوصل السي، يعني 10. هذا شلون يدور؟ يدور كلوك وايز، مو صحيح؟ تخيلتوا؟ شي عاكسه، يعاكسه 6 في ذراعها، مو 6 في ذراعها اللي هي 4. فشلون ندور؟ ندور انتي كلوك وايز. هذول يساوون احلهم راح يطلع الرياكشن ات اي شي يساوي؟ يساوي 2.4 كبس، مو؟ ايه ها؟ شنو اللي، شنو اللي ما واضح؟ اعيده اسئله. اي ها؟ اي فرضيه بس صح فرضيه. زين منو اللي احنا هسه فرضنا اتجاهه؟ منو اللي هو يقبل الصح والخطا اللي هو فرض؟ ها بابا؟ لا هسه انا قصدي هاي المعادله، المعادله منو، من هاي، من هاي، منو من هاي الكميات اللي هو اتجاهها مجهول، اللي هو اتجاهها مفترض؟ الار اي، مو صحيح؟ ايه زين. فاحنا هسه الار اي وين فارضي؟ فارضي للاعلى، مو صحيح؟ ياثر، فراح ينتج عزم شنو؟ ينتج عزم كلوك وايز. الان من حلينا ايش؟ ما ادري ان فرضيتنا صح. ايش كنا بالميكانيك؟ شنو القاعده؟ واضح اذا طلع الناتج موجب، اذا طلع موجب ففرضنا صحيح، فبما انه طلع الار موجب فمعناته فرضنا صحيح، واضح؟ طبعا اذا ما طلع موجب ايش راح يصير؟ بس نغير الاشاره لو ها؟ لا اذا طلع سالب معناته اصلا الموضوع خارج نطاق دراستنا، لان احنا جاي ندرس، جاي ندرس البيرنج ستريس، والبيرنج ستريس قلنا بين كم شرط؟ شرطين، مو صحيح؟ انه انه بتوين اكسترنال تو اكسترنال فيسز، مو؟ وبعد كومبرشن، واضح؟ فلو طلع تنشن فاصلا ما من حق المؤلف يسالنا عن بيرنج ستريس، لان اصلا ما عندنا بيرنج ستريس هنا، واضح؟ يعني بني اذا عندنا مجرد انت، هو بيرنج ستريس بس خلوا ببالكم، هو انه انت كمهندس مدني تعتمد على الوزن، يعني تضع قطعه على قطعه وتعتمد انه وزنهم لوحدهم كافي. زين اذا 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 صار تنشن هاي المنطقه اصلا ايش بيها؟ راح تفصل اصلا، واضحه؟ واضح هذا؟ زين الان نجي للمساحه الاي. زين الاي شلون راح نجيبها؟ هاي الاربعه عندنا، مو الاربعه شوفوا عندنا البعد العمودي على الورقه ايش قد؟ اي ليش ما جبنا 6؟ مو احنا قبلها ايش قلنا؟ قلنا البيم 6 في 12،
مو صحيح؟ وقلنا هاي 12 وديك 6، ديك واضح الستة بعد مشتركة بين البيم وبين منطقة الإسنان فيها. فإذا إيش راح تصير المساحة؟ تصير المساحة 4 اللي شفناها، نشوفها بالسايد فيو، في 6 اللي هي عمودي على مستوى الورق. إيش قد راح يطلع البيرنج ستريس؟ 0.1 كيبس، تمام؟ زين. الآن نجي لمن؟ نجي إلى الكونتاكت بيرنج ستريس آت سي. أيضا نجي نرسم له فري بادي دايجرام، هاي المنطقة بهالشكل، فصلناها مو؟ فراح يصير عندنا رد فعل، احنا رد فعل مرة أخرى، شو مفترضي هسه؟ كومبرشن، مو صحيح؟ يعني راح ينتج كومبرسيف فورس. زين؟ شلون نحسب الـ RC؟ أوكي؟ ممكن ناخذ عزم حول الـ A، مو؟ فإذا أخذنا عزم حول الـ A، ايش راح يصير؟ يصير الـ RC في 10، الـ RC في ذراع حول الـ A 10، هذا شلون يدور؟ clockwise لو انتي clockwise؟ انتي clockwise، مو؟ شو يساوي المجلة؟ يساوي 6 اللي هي القوة في ذراعها إلى الـ A اللي هي 6، هاي شلون تدور؟ تدور clockwise، مو صحيح؟ ذيك انتي clockwise، هاي clockwise. الآن في هاي المعادلة شنو الشيء اللي هو مفترض؟ الاتجاه الـ RC، مو؟ راح نحل يطلع اتجاه الـ RC موجب، فمعناته فرضنا شو بيه؟ صحيح، وفعلا اللي جاي يصير عندنا مو ستريسز ان جنرال، لا يصير بيرنج ستريسز، بمعنى انه القوه المنتقله هي قوه ضغط كومبرسيف فورس. واضحه بابا هذه؟ الان از اتشيك، الان از اتشيك احنا ايش عندنا؟ معادله سيجما، شنو؟ سيجما اف واي، بس نريد نتاكد الستاتيك مالتنا صحيح، فقلنا المفروض الار اي زائد الار سي ايش تطلع؟ تطلع تساوي الابلايد فورس، ف 2.4 احنا الار اي زائد 3.6 اللي هو شنو؟ الار سي يساوي 6، اذا حلنا صحيح، هسه نقسم يطلع هذا، تمام؟ هذا عندكم المثال بعد، هالمثال يعني اجى بالامتحان لو دور اول لو دور ثاني. فخلينا نقرا هذا. يقول If the allowable bearing stress for the material under the supports at A and B is sigma bearing allowable equal to 1.5 megapascal. انتوا الان تصوروا هذا بيم، هذا بيم مبين ستيل جالس على مساند ستيل، واجينا وضعنا جواه شنو؟ او بالتالي هذه المساند اللي هي الستيل وين جالسه؟ جالسه تخيلوا على ابريك مثلا، على طابوق. زين، فاحنا اذا جينا قعدنا الستيل اللي هو ماده تحملها عالي على البريك اللي هو ماده تحملها شنو؟ ضعيف، عاده شو يصير؟ يصير نتيجه البيرنج ستريس البريك يصير بي كراك. واضحه هذه؟ يعني انت طبعا هاي وين مثلا تظهر؟ مثلا وين تظهر؟ مثلا قد تظهر بالعقاده، انتم شايفين العقاده؟ بناء العقاده شايفين؟ ها؟ كم واحد والله شايف العقاده؟ العقاده طريقه قديمه، يجيبون شيلمان، زين؟ يعني مثلا انت تريد تسوي سقف، تجيب شيلمان، تجلس الشيلمان على شنو؟ على الجدران الطابوق، واضحه؟ بعدين يجيب الطابوق هيك يخليها، سموها شيل مالتين هيك يخليها، زين؟ واضحه؟ زين؟ ويثبتها بجص، ايش معنى جص؟ لان بشرط السيتنج تايم مال جص قليل، فيثبتها يبقى لازمها شويه ها تلزم، واضحه؟ وراها شنو؟ ياخذ جص يخلي هنا ويجيب الطابوقه الثاني، يلزمها شويه وهكذا، واضح هذه؟ بهالطريقه. فشو يصير السقف؟ يصير عباره عن سرمان طابوق. الخلفات القدماء كانوا ينطون بكير بسيط، يعني اذا تروح الى ابنيه بغداد القديمه اللي مبنيه بالاربعينات وبالخمسينات تلقي كير، طبعا الكير اقوى، واضحه؟ اي بالسبعينات وبالثمانينات لا، قاموا يسوون يزغرون الخانه يسموها،
اوكي ويسويه عدل، واضحه؟ يعني بدل ما مثلا بدل ما المسافه بين شيء ماله وشيء ماله متر ويعطيها كيرف، يسويها مثلا بين شيء ماله وشيء ماله 80 سنتيم ويسويها افقي، واضح؟ الان الحمل هنا مثلا هنا راح يصير عندنا كونتاكت سيرفيس بين من؟ بين الشيء ماله بين الاي سكشن وبين من؟ بين البريك وول. هذا قد يصير بي يصير بي قد يصير بي كراك، فمسالتنا من هالقبيل، تخيلتوها؟ فاحنا حتى نحمي البريك من الكراك شو نسوي؟ نجيب بليته اللي هي بليته اي سب اي وبي سب اي، تخيلتوها؟ بليتين، هاي البليته شنو دورها؟ توزع الحمل، يعني شنو؟ يعني تكبر الكونتاكت اريا، مو بحيث البيرنج ستريس ايش بي؟ يقل. واضح؟ هسه هو شنو؟ قال لك اذا هاي الماده الضعيفه اللي في الاسفل اللي خلينا نفترضها بريك تتحمل ايش قد؟ 1.5 ميجا باسكال بيرنج ستريس، فاريدك تصمم انت هسه كمصمم، اريدك تصمم انه شنو؟ تحسب لي ابعاد البليتات اللي هي اي صب اي وبي صب اي. واضح تخيلتوا هالمساله؟ فاذا مساله شنو؟ مسألة من مسائل التصميم، واضح هذا؟ فنبدي إذن، أول شيء لازم نحسب الرياكشنات، مو؟ R A و R B، زين، نحسب الرياكشنات، راح ناخذ عزم حول من؟ حول الـ A، شو ينطينا؟ ينطينا الرياكشن في، خلينا نفترض إنه الـ anti-clockwise هو الاتجاه الموجب، فنبدي، الـ R B إذا نريد ناخذ عزم حول من؟ حول الأي، فايش قد ذراعها؟ ثلاثة. هسه موجب لو سالب هاي؟ موجب ليش؟ لأن تدور أنتي كلوك وايز، وإحنا إيش فرضنا الأنتي كلوك وايز؟ موجب فموجب. زائد هسه زائد نجي لهاي، لاحظوا، عفوا هسه الزائد هسه نناقش، نجي لهاي 40. هاي 40 شنو؟ كيلو نيوتن بير متر. إذا أضربها في واحد ونص. ها؟ لا بالعكس صارت منحصر. اوكي؟ ف 40 في 1.5 تحت بالقوس هذا شنو؟ قوة، يعني هسه القوس ايش يكتب فوقه وحدات شنو؟ ها؟ كيلو نيوتن. ليش؟ لأنه كان 40 كيلو نيوتن بير متر، فضربته في 1.5 متر اختصرناها صار قوة. الآن هاي القوة وين مكانها؟ وين يصير مكانها؟ يصير مكانها في نصف في منتصف هذا المستطيل. فإذا أريد أخذ عزم حول أي راح أقول 1.5 على 2، مو؟ واضح؟ هسه أجي أسأل هذا الموجب، هسه أقول هاي القوة في ذراعها إيش تنتج؟ تنتج عزم كلوك وايز أو أنتي كلوك وايز بالنسبة لأي؟ ها؟ أنتي كلوك وايز، مو صحيح؟ فبالنسبه لي هي شنو؟ انتي كلوك وايز، وانا ايش فارض الانتي كلوك وايز؟ ايش معتبره؟ موجب، تمام؟ فموجب. ايش بقت عندي؟ بقت عندي المية. المية هي اصلا قوه. في ذراعها 1.5 و3، مو؟ 4.5، ماشي؟ زين، شلون تدور هاي؟ بالنسبه لاي؟ كلوك وايز، وانا فارض الانتي كلوك وايز هو الموجب، فايش تدخل هاي؟ نيجاتيف. تساوي صفر، مو؟ احلها ايش قد راح يطلع ال ار بي؟ 135 كيلو نيوتن، تمام بابا؟ هسه اطبق سيجما اف واي، مو؟ اي، والاتجاه للاعلى هو الموجب، فالمفروض ار اي للاعلى زائد ار بي اللي هو ايضا للاعلى 135، فصار زائد ناقص من اللي ياثر للاسفل؟ الحمل الموزع اللي هو 40 اضربه في 1.5 حتى اطلع محصلته، مو صحيح؟ لانه 40 كيلو نيوتن لكل متر، يعني كل متر الى 40، انا ما عندي متر، عندي متر ونص، بس 40 في متر ونص، تمام؟ ناقصا 100 للاسفل يساوي صفر، ايش قد راح يطلع الار اي؟ يطلع 25 كيلو نيوتن، تمام بابا؟ الان اجي ايش قد يراد لي مساحه للبليته اي؟ مو؟ هذا هو القانون. انا ايش عندي البيرنج ستريس شو يساوي؟ ار اي على الاريا، الار على الاريا او البي على الاريا.
لكن انا شنو عندي؟ عندي مساله تصميم. يعني شنو؟ يعني عندي القوه ار اي وعندي تحمل الماده والمطلوب اختار مساحه. فهي المعادله اعيد ترتيبها بهالشكل، طرفين بوسطين، تطلع الاريا المطلوبه لمساحه الكونتاكت اي هي الار اي على الالاوب الستريس. اوكي زين، هاي هاي البليه تخلي اتخيل انه انا راح اختارها مربعه، فطول ضلعها ايش قد راح يصير؟ تحت الجذر مو المربعه، طول الضلع في نفسه، فاذا اريد الضلع فتحت الجذر، فصير 25 يا ال 25 ار اي بس كيلو نيوتن، انا اريده بالنيوتن فاضربه في الف، اقسمه على 1.5 ميجا باسكال مو ال 1.5 ميجا باسكال، الميجا باسكال هو شنو؟ هو نيوتن على المليمتر المربع مو؟ فالمليمتر المربع وين راح يصير؟ في مقام المقام، فمن عقبها تصير بالبسط. تربيع تحت الجذر، تربيع ايش بيه؟ راح يروح، فش يطلع خارج الجذر؟ يطلع 129 مليم. طبعا 129 مليم صعبه اقطع بليته 129، ايش راح اقول؟ اقول افترض انه يراد البليته 130 مليم، واضح؟ فهي مساله تصميم. فاثبت على المخططات اقول لهم يلا جيبوا بليته بابعاد 130 في 130 مليم، حشروها او ثبتوها في منطقه هاي، ايش راح اسوي؟ راح تفرش القوه، توزع القوه بحيث اخلص من مشكله البيرنج ستريس. نفس الشيء وين؟ في المساحه بي. اوكي؟ ايش قد يراد لي في المساحه بي؟ يراد لي الار بي على الالاوبل بيرنج ستريس. بي سمول اللي هو طول ضلع البليته في بي راح يطلع 135 اللي هو منه الار بي كيلو نيوتن في الف صار نيوتن على 1.5 اللي هو الميجا باسكال. ايش قد تطلع؟ تطلع 300 مليم. واضحه بابا هاي 300 مليم؟ هاي طبعا هي طلعت بالعدله فما يحتاج ندورها. هاي هسه كمساله تصميم كملت. اوكي زين، إن موضوع صغير بقى يعني الفكرة الرئيسية شنو؟ نريد نقول قبل لا نغادر هذا الموضوع اللي تعرفنا به على النورمال ستريس مو والشير ستريس هم سمعنا به مو، وعرفنا انه عندنا حاله خاصه من النورمال ستريس اسمها البيرنج ستريس. قبل ان نغادر هذا الموضوع اللي هو يعني خلينا نقول اول مناسبه بالنسبه لنا ندرس من خلالها الاتشارت، نريد نعلق في التعليق معين ونقول مثل ما يمكن ذكرناه في الدروس السابقه، هل انه ستريس هو ظاهره، او الستريس اللي درسناه احنا تكلمنا عنه هل هو ظاهرة تظهر في المواد الحقيقية لو تظهر في المواد الافتراضية؟ ذكرنا قلنا يظهر في المادة الافتراضية، واضح؟ فالآن نريد نميز بين الايديالايزد، شنو يعني ايديالايزد؟ افتراضي مثالي مو؟ ايديالايزد versus real materials. نريد نقول يابا ترى هاي المعادلات اللي اشتقيناها في الدروس السابقة واستخدمناها في حل بعض الأمثلة، ترى هذه ما جاي يعني هي معادلات مو صحيحة 100% وين للمادة الحقيقية، زين، وإنما تكون صحيحة وين لمادة افتراضية، واضحة هذه؟ فالآن نريد نشوف شنو الأمور الافتراضية. يعني شنو الفرق بين المادة اللي احنا نفترضها في نماذجنا الهندسية وفي حساباتنا وبين من؟ وبين المادة الحقيقية. أول فرق ايش كان ذكرناه سابقا؟ احنا بنتكلمنا في الدروس السابقة قلنا الستريس هو a concept or a fact. مو ها؟ قلنا الإتشاد هل هو فكرة أو حقيقة؟ ها؟ قلنا فكرة، a concept، واضح؟ قلنا ليش a concept الإجهاد؟ يعني معادلة الإجهاد اللي هي القوة على المساحة هي a concept، هي فكرة وليست حقيقة.
زين قلنا مو حقيقه، ليش؟ لان اكو مشكله في بسطها، لو اكو مشكله في مقامها. ها يعني منو اللي هو فد شيء ليس بحقيقي؟ هل القوه ولا المساحه؟ قلنا المساحه مو حقيقيه. ليش؟ لا ليش مو حقيقيه باعوا وياي؟ قلنا انه بالحقيقه الماده particular in nature، المادة دقائقية في طبيعتها. احنا ايش نفترض المادة؟ نفترض المادة مستمرة. يعني الان هسه هذا المادة، اي مادة اذا تخليها تحت الميكروسكوب شو تشوفها؟ تشوفها عبارة عن particles، عبارة عن molecules، واضحة؟ عبارة عن جسيمات او particles او جزيئات molecules. مو فمعناتها، لاحظوا معناتها انت عندك سطح مستمر، لو السطح يحوي على مجموعة من الفويدز، مجموعة من التجاويف اللي هي المسافة بين من؟ بين البارتيكلز أو بين المولكيولز، تمام لو لا؟ أنت جاي تفترض المساحة شبيه فشيء مستمر، continuous media، أوكي؟ فإذا أول فرق بين من؟ بين الأيديال ماتيريال والريال ماتيريال، شنو أول فرق؟ إنه الأيديال ماتيريال شبيه is شنو؟ a hypothetical continuous media، هي وسط افتراضي مستمر بدون voids. real material هي particular in nature، هي عادة حبيبية في طبيعتها، واضح؟ هذا أول فرق، تمام؟ الآن الفرض الثاني، الفرض الثاني. الآن أنتم شايفين مقاطع الحديد، هذا المقطع اللي مثلا شكله اي، اللي بالعراق شو يسموه؟ شيلمان مثلا، ماشي؟ انتم سالتوا نفسكم هذا شلون يسووه؟ شلون يشكلوه؟ ها؟ هذا يجيبون حديد يسخنوه، واضح؟ وبعدين يضغطوه باربع رولات، رولتين من الجانب ورولتين من الاعلى والاسفل، اوكي؟ فيشكل، بس شو يشكل؟ يشكل هو ساخن، فلذلك شو يسموه؟ يسموه hot formed، hot formed يعني مشكل على الحار، واضح هذا؟ زين عندنا نوع آخر من تشكيل الحديد، عندنا هذا اللي نسميه corrugated sheet، اللي هذا تشينكو احنا نسميه، هذا تشينكو سمكه كلش قليل، شايفين شلون يشكلوه؟ يجيبون الشيت بارد ما يسخنوه، ها، وبريس يضغطوه فيشكل، هذا شو نسميه؟ نسميه كولد فورمد، يعني مشكل على البارد. بس الحديد كم طريقه لتشكيله؟ ها اثنين، مو؟ عندنا الهوت فورمد، مو؟ وعندنا الكولد فورمد، اوكي؟ الآن إحنا كلامنا اليوم أو الفرق الثاني بين الأيديال ماتيريال والريال ماتيريال، هو نريد نتكلم عن قضية الهوت فورمد. هذا من أشكل على الحار، شكلت على الحار وأخذ شكل آي، من يبدي يبرد راح يبرد نفس الوقت، ها؟ يأخذ نفس الوقت حتى يبرد، يعني كل مثلا خلينا نقول هو يحتاج له مثلا ساعتين حتى يبرد، كل اجزاء راح تبرد بساعتين؟ لا. ليش؟ تدرون ليش؟ لان لاحظوا هسه مثلا هذه الفلنجه وهذا الويب، من تاخذ الفلنج راح تلاقي مساحتها السطحيه شبيه واسعه فتبرد بسرعه، بينما من تاخذ هذا الجنكشن، هاي نقطه ارتباط الفلنج بالويب، راح تلاقي شنو؟ المساحة السطحية قليلة، فش تبرد؟ تبرد ببطء، مو؟ فهذا المقطع من يبرد راح مناطق تبرد به بسرعة، ومناطق ايش تبرد؟ تبرد ببطء، زين. هو لازم يبقى وجهه عدل، لازم وجهه ايش يبقى؟ عدل. فشو راح يحافظ على هذا الوجه البلين؟ شو راح يحافظ على البلين فيس؟ اللي راح يصير شنو؟ اللي راح يصير انه المناطق اللي تبرد ابطا راح تحاول تسحب المناطق اللي تبرد شنو؟
اسرع مو يعني تخيلوا هسه هاي بوردت هاي بعد مو فلو كان المنفصلات هذه راح تكون اقصر هذه ايش راح تكون اطول مو اللي راح يصير شنو انه هذه اللي تبرد ابطا راح تحاول تسحب هذه اللي تبرد ابطا واللي تبرد ابطا ايش تحاول ان تضغط اللي تبرد العفو اللي تبرد اسرع تحاول ان تضغط اللي تبرد ابطا الى ان يوصلون الى منطقه وسط بيناتهم يعني وحده تطول شويه ولا تقصر شويه اوكي واضح هذا فبالتالي انت تباوعهم تقول انا ما مسلط عليهم قوى لان هو مقطع جديد هسه جاي من المعمى بس هو بالحقيقه شكو بداخله اجهادات هاي الاجهادات من شنو نتجت انه هو ما برد بشكل شنو منتظم واضح هاي الاجهادات يعبر عنها بالريزيجوال ستريس الريزيجوال ستريس شوفوا شنو يعني ريزيجوال متبقي من ها اي من عمليه الهوت فورم من عمليه التشكيل على الحار نقللها ممكن تقل لكن مستحيل نقضي عليه واضح اي اوكي يعني عده تفاصيل في معامل الحديد لكن كلها تعمل على تقليلها لكن مستحيل الصفر واضح اذا هسه شنو الفرق بين الفرق الثاني بين الايديال ماتيريال وبين الريل ماتيريال شنو الفرق الثاني انه الايديال ماتيريال هي هايبوثيتيكال ماتيريال هي فد ماده افتراضيه اسومد افترضه to be free from residual stress افترض انه هي خاليه تماما من الريزيدوال ستريسز الاجهادات الناتجه من عمليه التصنيع بينما الريل ماتيريال دائما تحوي على ريزيدوال ستريسز اجهادات متبقيه من عمليه التصنيع هل الريزيدوال ستريس لها اكسترنال ريزلتنت هل لها محصله خارجيه ها شو تقولوا يعني هسه هذه الريزيدوال ستريس شوفوا هذه منطقه عليها تنشن هاي منطقه عليها كومبريشن مو منطقه عليها تنشن ومنطقه عليها كومبريشن هذني ايه المحصله لو محصله صفر ها شنو صفر واضحه مو لان انت ما مسلط قوه خارجيه فاذا الريزيدوال ستريس محصلته دائما شنو صفر مو يعني هسه سيجما اف اكس مالته شلون متحققه انه الريزيدوال تنشن ستريس زين في مساحتها تساوي الريزيدوال كومبريشن ستريس في مساحتها واضح هذه ها وحده تلغي الثانيه تمام زين اذا هسه الريزيدوال ستريس دائما شنو ميزته زين باعوا هذا المصطلح شوفوا عندنا حقيقه مهمه ان الريزيدوال ستريسز ار سيلف ايكوليبريم هي في حاله توازن ذاتي واضح ما لها محصلات اكو بعد عندكم سؤال هسه واضح اذا احنا راح نتعامل مع ماده مثاليه زين تلغي تاثيرين او خاصيتين من خواص الماده الحقيقيه particular in nature دقائقيه في طبيعتها واحنا هاي راح نهملها نفترض الماده continuous الماده هي شنو includes residual stresses وهاي مادتنا ال hypothetical او ال ideal هي has been assumed to be free from residual stresses. أكو سؤال بابا واضحة؟